صوت العرب من القاهرة. سر السعادة بسيط جدا، عيشها ببساطة تعيش أحسن من غير ما تتعب ولا تسأل، هتشوف معانا العيشة أجمل. عيشها ببساطة. ببساطة. مع الدكتور وائل صفوت وسعدي حسين. وكل اسبوع دايما معاكم عشان نعيشها ببساطة. ونعيشها ببساطة ده شعار وحملة وبرنامج، وبنستضيف فيه كل الناس المتميزة في مجالها اللي بتدينا معلومات صحية، ممكن تكون حالة ممكن تكون تجربة، وطبعا طبعا اكيد استشاري او حد متخصص في مجاله علشان خاطر يساعدونا نعيش حياة صحية. معانا ومعاكم دكتور احمد عادل مريكب، اخصائي امراض القلب والحالات الحرجة. زي حضرتك فندم. اهلا وسهلا يا فندم. ازيك؟ الله يخليك. احنا عايزين طبعا نحمي قلبنا، يعني عيشها ببساطة واحمي قلبك. تمام تمام. فموضوع النهاردة بنقول ازاي ببساطة نقدر نحمي قلبنا. واول حاجه ممكن، احنا طبعا حياتك عارف ان في حلقات او يعني صفحه وناس بتتواصل معنا، فطبعا في اسئله بتيجي، هل الاسبرين بعد سن الاربعين مهم ولا مش مهم؟ حاليا اصبح الموضوع مختلف تماما. تمام. زمان كان بالفعل كان كل المحافل العالميه بتقول ان احنا بعد سن الاربعين قرص الاسبرين ده حاجه مهمه جدا. تمام. وهو واقي لعضله القلب ولشرايين القلب. لكن طبعا احنا في تطور مستمر. احنا كل سنه في جديد. فاخر ما وصل اليه الابحاث في الموضوع دوت، لا قالك مش بعد سن الاربعين الاسبرين، لا خالص. احنا بالنسبه لنا اصبح في حاجه اسمها تقييم للمريض بتاعي. في خلال العشر سنين الجايين ممكن يحصل له لا قدر الله قصور في الشرايين التاجية او قصور في الشرايين المخية او مشاكل في طرفية في الشرايين الطرفية ولا لا. لو هيحصل دوت او احتمالية انه يحصل ده كبيرة، ساعتها بمشي المريض بتاعي على الاسبرين. تمام. بشكل وقائي. تمام. تمام. لا طب ده مش ممكن، يعني مستبعد او مش هيحصل، لا يبقى خلاص انا مش همشي المريض بتاعي على الاسبرين. تمام. طب ليه الكلام دوت؟ قالك لان بمنتهى البساطة الاسبرين ده حاجة بتعمل سيولة في الدم. ايه الفكرة ان انا ازود سيولة الدم بتاعتي وانا مش محتاج؟ تمام. ايه اللي يوضح اذا كنت محتاج ولا مش محتاج؟ التقييم اللي احنا بنقول عليه دوت. تمام. ده للمرضى اللي هو يقولك انا باخده للوقاية بس. تمام. ان انا ما عنديش حاجة بس عشان خاطر ابقى مطمن. ما فيش مشكلة في جلطة قلب في حاجات زي بالضبط كده. فعلى حسب التقييم دوت المريض بيجي لي بيقول لي انا ماشي على الاسبرين بقالي فترة. طب انت دلوقتي عندك سكر؟ لا. عندك مشاكل في القلب قبل كده؟ لا. بتدخن؟ عندك ضغط؟ لا. بتدخن؟ لا. ده بالعكس يا دكتور، ده انا اكل صحي جدا وبلعب رياضه. تمام. قلت طب انت بتاخد الاسبرين ليه؟ يعني الاسبرين دلوقتي بقى له معايير معينه علشان خاطر اخدها. بالزبط. مش بقى بعد سن الاربعين لازم اخده خلاص. بالظبط كده. وده واحد من جزء مهم جدا، ان انا بحاول اقلل استخدام اي طبعًا. مواد كيميائيه زي الادويه عشان خاطر ما اضرش انفع الجسم بالحاجات اللي هو محتاجها بس. عيشها ببساطه. ببساطه. طيب دي اول معلومة. المعلومة التانية بقى ازاي نحمي قلبنا بصفة عامة. ازاي نحمي قلبنا بصفة عامة. امراض القصور الشرايين التاجية اوضحت جمعية القلب الامريكية والجمعية الاوروبية لامراض القلب ان الموضوع بينحصر في خمس حاجات. طبعا رقم واحد بالنسبة لنا هو التدخين. طبعا. للأسف. دي عادة سيئة واحنا كتير مننا واقع فيها، فدي مشكلة كبيرة. طبعا. والتدخين السلبي كمان على فكرة. والتدخين السلبي الايجابي والسلبي طبعا، المدخن واللي بيبقى قاعد معاه. بالظبط. بالظبط كده. مشكلة السمنة ممكن تأثر على شخص، انما مشكلة التدخين بتأثر على الشخص واللي حواليه. واللي حواليه. بالظبط كده. رقم اتنين بالنسبة لي، ودي حاجة مرض العصر زي ما بيقولوا، التوتر والضغط العصبي. طبعا. دي مشكلة كبيرة. طبعًا. احنا بنعيشها كلنا في البيت في الشغل في الشارع في اي حتة، فدي مشكلة من المشاكل اللي بتقابلنا. ما الواحد يصحى لحد بالليل وفي ضغوط. بالظبط كده. تمام. برضو رقم ثلاثة بالنسبة لي الاكل الغير صحي. تمام. وعدم الاهتمام بالوزن المثالي لينا. تمام. تمام. دي مشكلة كبيرة بتقابلنا. تمام. الاكل الغير صحي دوت بيكون
بالكوليسترول بالدهون الكتير، الكلام ده كله بيترسب على شرايين الجسم كلها طبعا. ومن ضمنها شرايين القلب، ويعمل الانسدادات اللي احنا بنخاف منها بعد كده والجلطات لا قدر الله. طب الدهون اللي بيقول عليها النباتيه او الزيوت النباتيه المهدرجه دي من ضمن دي الحاجات طبعا الخطيره طبعا. طبعا بالنسبه لنا دي من ضمن المشاكل. اه طبعا ثبت علميا مؤخرا ان احنا السمنه البلدي البيور بتاعتنا دي صحيه وكويسه. بس طبعا بمعايير قليله تمام. يعني ما اقولش انا هحط معلقه كبيره سمنه بلدي عشان ابقى مطمن، لا طبعا بتبقى حاجات بسيطه محدوده، واهم حاجه انها احسن من المهدرجه. بالظبط كده بالظبط كده. لو انا السمنه النباتي يعني السمنه النباتي او الزيوت النباتيه طبعا الزيوت النباتيه بنحاول ان احنا نقلل منها قدر المستطاع تمام. اصبح دلوقتي في عمليه اللي هو الشوي الحاجات المشويات بتبقى اسهل واصح اكتر طبعًا. استخدام بعض الزيوت مثلا زي زيت الزيتون في السلطه والحاجات اللي من هذا القبيل مفيده جدا للجسم بتاعنا طبعًا. فدي نقطه مهمه تمام. برضو عندنا الامراض المزمنه الضغط او السكر لازم ده يا دكتور انا عندي سكر بس مش مظبطه لا ما ينفعش طبعًا. ده لازم يتظبط بالبلدي كده بياكل في الشرايين فيتعبك زياده طبعًا. نفس الكلام مرض الضغط ضغط الدم المرتفع بالذات ده مشكله من المشاكل اللي بتقابلنا طبعًا. فلازم برضو تبقى القصه مظبوطه. ايه دور الرياضه؟ هل الرياضه برضو او مش هقول الرياضه لان احنا مش شعب رياضي قوي بس طبعًا. هل النشاط البدني بصفه عامه مهم؟ النشاط البدني بصفه عامه مهم جدا جدا جدا، واحنا بننصح بيه الناس اللي عندهم مشاكل في القلب طبعًا. فما بالك بالاصحاء تمام. دي نقطه مهمه طبعًا. ومش بالضروره ان انت تشترك في جيم وتروح النادي وتجري وبتاع، انت لو قدرت ان انت تعمل من نص ساعه لساعه مشي يوميا تمام. حتى لو في المشاوير بتاعتك انت رايح مشوار انزل بعيد عن المشوار ده بخمس دقايق او عشر دقايق بالزبط. واتمشى الشويه دول ده مفيد جدا بالنسبه لي طبعا. انت مشيت عشر دقايق رايح وعشر دقايق راجع دي تلت ساعه من الساعه اللي انا عايزها فطبعا الموضوع دوت مهم جدا واساسي. وعلى فكره يمكن ده برضو اجابه لبعض تساؤلات الناس، هو ليه زمان كانوا بيشربوا السمنه بالكوبايه وياخدوها بالمعلقه ويشربوا كوبايه لبن وعشر بيضات وما بيحصل لهمش حاجه؟ لان هم كانوا بيعملوا مجهود البدني بالظبط كده بالزبط يروح كده. يعمل للغيط بتاعه او يقعد تمشي 3 كيلو لحد ما يروح الشغل مثلا بالظبط كده. كان المجهود البدني زمان اكتر تمام. والناس بتهتم بالقصة دي اكتر تمام. والشغل اللي احنا بنشتغله كان فيه مجهود بدني اعلى تمام. دلوقتي احنا ما بقينا قاعدين على الكرسي الريموت جنبينا بنشغل التلفزيون طبعا. بنشغل التكييف بنشغل الـ 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 الفيديو او المسجل وبنطلب الاكل دليفري وكل حاجه بالظبط. فانت قاعد في مكانك ما بتتحركش فدي مشكله مهمة كبيره طبعا. مهم قوي الحركه في حد ذاتها. طيب وحاجه مهمه الملح والحاجات المحفوظه، هل ليها تاثير على القلب؟ طبعا ليها تاثير على القلب وعلى الضغط. احنا دايما الـ 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 الامراض الـ القلب مرتبطه ارتباط كبير جدا بامراض ضغط الدم المرتفع تمام. فاي حاجه بتاثر على الضغط ممكن تاثر على القلب معنا. عشان كده حتى مريض القلب بتاعي حتى لو ما عندوش ضغط بقول له خفف الملح بتاعك ما تاكلش مخللات او قلل في المخللات. والله حبيت تزود الملاح او الحمضيه او الحمضيه بتاعت الحاجه استخدم الخل او الليمون. ابعد عن الملح ابعد عن الملح الابيض طبعا تمام طبعا. كل ما هو ابيض سواء سكر او ملح ابعد عنه على قدر المستطاع لانه بيأثر على القلب طبعا. بالظبط كده بالظبط كده بالظبط كده. عيشها ببساطة. طيب فحص القلب مهم؟ فحص القلب مهم مهم جدا تمام. بيبتدي بان انت تروح للدكتور وتتكلم معاه في العادات الصحية بتاعتك وشكوتك ايه. ممكن ما بقاش بشتكي من حاجة لكن عادات الصحية السيئة بتاعتي تؤدي بيا لأمراض في القلب بعد كده تمام. ودي نقطة مهمة جدا. ازاي اكل صح؟ ازاي اشرب صح؟ ازاي اخلي بالي واحافظ على جسمي بشكل يبقى متناسق شويه طبعا. السمنه واعراضها ومشاكلها طبعا. الكبيره طبعا. كل الحاجات دي بتفرق كتير جدا تمام. ممكن اعمل فحوصات معينه للقلب لو انا هعمل مجهود بدني عنيف رايح لو انا جيم رايح جيم او رايح اعمل هلعب رياضه عنيفه تمام. وبنعملها مع الاطفال كمان. ما تلاقيش اي طفل دلوقتي او قلما لما تلاقي طفل ما عملش رسم قلب صح. ابسط حاجه عشان خاطر يروح يلعب في فريق معين طبعا طبعا. وده اصبح حاجه مهمه والحاجات دي بقت مهمه قوي الصراحه. ده حقيقي وده مهم جدا واصبح حاجه اساسيه دلوقتي كل الناس بتطلبها لان زي ما بنشوف كتير قوي من الرياضيين ممكن يحصل توقف عضلة القلب المفاجئ والموت لا قدر الله تمام. طبعا الحته دي مهمه جدا جدا. طيب انا طبعا للاسف بأعلن نهايه الحلقه برغم انها جميله وبرغم المعلومات حقيقتك الجميله اكيد الملايين مستفيدين منها، بس ان شاء الله على وعد بلقاء تاني وحلقات لاحقه نتكلم في حاجات كثيره عن القلب
وازاي تعيش وقلبك حديد. طبعا ان شاء الله باذن الله. وانا اتشرفت بحضرتك واتشرفت ببرنامج. شكرا يا فندم. عيشها ببساطه. عيشها ببساطة هي فكرة وحملة وبرنامج، بس الموضوع مش هيكمل إلا بيكو. ابعتوا لنا قصص أو أسئلة أو استفسارات أو تجارب شخصية، وإحنا الاستشاريين بتوعنا هيجاوبوا عليها، ويمكن نستضيفكم في برنامجنا علشان خاطر نسجل معاكم أو نيجي نسجل معاكم ومعانا الاستشاريين بتوعنا. طبعا عايزين تتواصلوا يبقى من خلال 011-082-0-24 أو على صفحة ببساطة إجابتك عندنا. عيشها ببساطة. ببساطة. مع الدكتور وائل صفوت وسعدي حسين.